ورحمة الله وبركاته. إذا كانت الأشعة التشخيصية هي واحدة من أهم الاختراعات الطبية في تاريخ البشرية، فلا ريب أن اختراع مواد التباين المعروفة باسم الصبغة هو أكبر تطور حدث بعد اختراع الأشعة التشخيصية. لماذا؟ لأن الأشعة التشخيصية التي كانت تعتمد على تدرجات اللون الرمادي، مع استخدام الصبغة أصبح بمقدورنا أن نعرف ونتخيل ما هو المرض الموجود داخل تجاويف الجسم المختلفة، سواء كانت جهاز هضمي، جهاز بولي، جهاز تناسلي، أو حتى الشرايين والأوردة. الوهم الذي نقع فيه هو المبالغة في خطورة مواد التباين والصبغة وتأثيرها على الجسم وتأثيرها على الكلى وإمكانية حدوث حساسيات أو ربما حتى الوفاة منها. هذه المبالغة الرد عليها بعدة أمور. الأمر الأول، أنواع الصبغات أو مواد التباين مختلفة، فمنها النوع المسمى بالباريوم الذي كان يستخدم بكثرة في الجهاز الهضمي وهو قليل المشاكل. النوع الثاني هو القائم على اليود. هذه الصبغات هي التي تستخدم بكثرة في المسالك البولية، في الشرايين، في الأوردة، وفي الجهاز التناسلي. للرد على هذا الوهم أو التخوف، لابد أن نعرف أن التقدم التكنولوجي جعل أنواع الصبغات أو مواد التباين القائمة على الصبغة تتطور تطور مذهل. فالأنواع القديمة التي كانت عالية الكثافة ولا تذوب في الماء كانت نسبة حدوث المشاكل منها من 3-5%. أما الأنواع الحديثة التي أصبحت في متناول اليد وفي معظم أماكن المستشفيات ومراكز الأشعة، فهي تذوب في الماء، قليلة الكثافة، وحدوث المضاعفات منها انخفض بصورة مذهلة إلى ربما 1 في 1000 أو أكثر. النقطة الأخرى، أن معظم المشاكل والتأثيرات التي يحدثها مادة التباين في الجسم أصبحت معروفة، فتأثيرها على الكلى معروف والوقاية منه أيضا معروف. إذا حدثت حساسيات، فالأغلب أن تكون هذه الحساسيات من الأمور البسيطة مثل الهرش أو ضيق التنفس أو ما إلى ذلك. أما الحساسيات الكبيرة التي تؤدي إلى الوفاة وهبوط الدورة الدموية فأصبحت نادرة الحدوث. العلاج المتوفر لهذه الحساسيات البسيطة موجود في المستشفيات ومتوفر، ويعتمد على الكورتيزون أو الأدوية المضادة للحساسية. القرار في استخدام مواد التباين مع الأشعة المقطعية أو الأشعة العادية هو قرار يعتمد على ميزان، في كفة منه هو الفائدة المرجوة وفي الكفة الأخرى هو الضرر الذي يمكن أن يحدث مع استخدام مادة التباين هذه. الفائدة المرجوة لاستخدام مواد التباين ضخمة جدا، فلا يمكن تشخيص العديد من الأمراض. فهناك في كفة المصلحة المترتبة على استخدام مواد التباين مع الأشعة، وهناك في كفة أخرى الضرر الذي يمكن أن يحدث. ففي كفة المصالح هناك كثير من الأمراض لا يمكن تشخيصها إلا باستخدام مواد التباين والصبغة. فكيف يمكن لك أن تشخص خراج على الكلى أو ورم وتحدد مدى انتشاره إلا باستخدام الصبغة؟ وكما قلنا أن الأضرار التي يمكن أن تحدث هي أضرار بسيطة ومعروفة ويمكن الوقاية منها بالأساليب العلمية المتبعة حاليا. مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية، دكتور أحمد العناسي، استشاري الأشعة.